هذا الرجال عم يكذب علينا. امتى بده يعطينا خبر؟ سواش اصبر شوي. شلون بدي اصبر ناديا؟ انا على نار رح جن. رح اتصل فيه مره تانية. لا خالي لا تتصل. طيب ما في خبر؟ معلش بلا ما يفكر انه قاتلين حنا لنتفاهم معه. مزبوط. لساتنا باسطنبول. طيب استنوا خبر منا. اخي انت راجعين عوان؟ اتصل بقال بعضار ويصير اللي بده يصير بقى. ايش هيك فاير دمك؟ شو صار لك؟ استنى شوي. شو عم نستنى يا؟ نجم على البيت ومناخد تشيك. اذا جمعنا حالنا 100 شخص ورحنا. هيك كلام هبلان جلال؟ نحن مشكلتنا تشيك؟ ابني بدنا نجبر آل بلدار يشتغلوا معنا. يشتغلوا؟ نعرف ما نكتع لي أبدا. ما نبين إذا أنت أهبل ولا أخي. يا ابني فهم تقل حالك. إذا بتخاف كثير روح على الطرف الثاني. بدي رواق شوي شوي.